هو انت على كيفك الناس، يا اما كرسي في الكلوب. عايز تجيب صحابك، عايز تجيب الشقه اللي جنبك، عمالين تكلموا على الزملكاويه اللي بتقولوا اساميهم دول زملكاويه كلهم. واقسم بالله العظيم، واقسم بالله العظيم، واقسم بالله العظيم، انا اول مره هتكلم بمنتهى الصراحه. خلي بالكم انا ما بحبش اتكلم عن نفسي، بس ما بعرفش شغل التعابين. ما احنا يا راجل ده كان بيتجاب عالم انديه منافسه، عالم انديه منافسه، ومذيع لانديه منافسه، وارقام خياليه، وارقام خياليه. لكن مش هقول حاجه، لا اقدر اقوله كان الاهلي بيجي فيه جون الاقي تنطيط وصويت. مش هقول اكتر من كده، لان هي دي الحقيقه. انا اقسمت بالله وما بحبش اقسم على الشاشه، ولا بحب احلف حد، بس هي دي الحقيقه. كلمني عن اسم ينتمي للنادي الاهلي يعرف يعني ايه قيمه جماهيره، كلمني عن اسم يعرف يعني ايه النادي الاهلي بيتعرض لظلم. سنتين الاعلام الاهلاوي اختفى، دفعنا حاولوا يقاتلوا معانا، لكن عشان تاريخنا نضيف وشريف، تاريخنا نضيف وشريف، دخلنا الكوره من خلال النادي الاهلي، ركبنا عربيات محترمه، جبنا بيوت محترمه، اتعاملنا مع جماهير محترمه، اتعاملنا مع مجالس ادارات محترمه، وخرجنا في سلام بشويه بطولات صغيرين. ايه اللي يزعلك في كده؟ ايه اللي مضايقكوا في كده؟ مش فاهم انا. فمن هنا هرجع تاني للقصه، كل واحد مش عاجبه حد، وانا هنا مش بنتقد، بنتقد البعض اللي هم يعنوا تماما، اللي مش عايزين استقرار، مش عايزين هدوء. اللي يجي ينجح في الانتخابات ياخد المرحله، وسيبه ونقيمه كلنا مع بعض بحلو بمره، سواء اتحاد كوره او سواء نادي او سواء اي حاجه. لكن ما ينفعش ان انت يجي اشتغل تموت ان تحت ضغط 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 ضغط. ايه يا راجل في ايه؟ مفيش كده، غير مقبول. انا من نفسي بشوف ناس كتير والله مش عارف متحمله ازاي، بجد مش عارف متحمله ازاي. الناس تيجي ما تبقى بس تقول لها تليفون، تعالى يا فندم اتفضل اتفضل موجود. يا نهار اسود انتوا عظماء، ايه ده انت وحش، انت بتحب جماهيرك ليه كده؟ ما هو ده اللي بيحصل. مش قادر اكذب، مش قادر اخبي على الجمهور، لان سندي جمهوري. لو ما فيش حد بيتفرج عليا مش ولا اقدر اتكلم، هقول انا ضعيف. لكن اعلم تماما قيمه الشاشه دي، الشاشة دي ملايين، ملايين الملايين. لو جبت أصغر واحد في الأهلي يقدم ملايين بيشوفوه، صدقوني وأنا أعني تماما اللي أنا بقوله. فسيبوا الناس تشتغل، سيبوا الناس تاخد فرصة، واحكم على المرحلة. لكل الناس في اتحاد الكورة، في نادي، وهتكلم عن نادية، سيبوا الفرصة، سيبوا نشتغل عشان يبقى في كوادر أحكم، اقول ده يستاهل يبقى موجود في النادي الاهلي، هروح ادعمه حتى لو انا مش في عضو جمعيه عموميه، هتكلم عنه كويس، هقول ان ده اشتغل لمصلحه جماهيره. ضاغطين جماهير النادي الاهلي، ضاغطين مجلس اداره النادي الاهلي، ضاغطين جهازه الفني، ضاغطين اللعيبه. متعب قاعد ولا هيلعب ولا مش هيلعب؟ حسام غالي هيتجدد ولا مش هيتجدد؟ صالح جمعه ما بيلعبش ليه؟ الصفقات فين؟ مش نخرج من حاجه او مش هنشتغل تحت الضغط ده، هنتكلم وبهدوء. بس انا حبيت من اول يوم نفضفض مع بعض. وانا هنا زي ما قلت لكم في البدايه وبقولها، وبحب الناس البسيطه وهي بتسمعني، اللي انا بنزل بعمل تقرير من الشارع وبييجوا يتكلموا معايا، وببقى مبسوط دايما ان هو بيتكلموا معايا، وبحترمكم. انا بخاطب البسطاء من الاهلاويه اللي ما يعرفش فيسبوك ولا يعرف، لكن لما الاهلي يكسب بتلاقيه اتعامل معانا كده وانا ماشي في الشارع. انا هنا ما بعرفش اقول غير اللي بشوفه، تلاقي حد يقول لي بص يا كابتن انا القميص بتاعي بيقلع الجاكيت كده، بص انا لابس من احمر اهو، انا احمر لما بكسب بنام اسعد يوم في حياتي. النادي في ناس بسيطه كده، فهم دول اللي انا بخاطبهم، هم دول سندي في البرنامج مع جماهير الاهلي المحترمه اللي مش هنسمح ان حد يضغطها. شجع براحتك طالما بتحب النادي الاهلي، طالما بتحترم مؤسساتك،
شجع وروح وساند وقاتل مع فرقتك في كل مكان. سافر مع اهلي مع النادي الاهلي جنوب افريقيا وروح وساند، عايز اسمع صوتك، لان اعلم تماما الالتراس وغير الالتراس. الهتاف الواحد بألف، مش بألف ده ب100 ألف، بيرج الملعب. مش هعمل قانون عشان شمروخ، واعمل قانون عشان انتخابات، واعمل قانون، اعمل قانون عشان الرياضة تبقى صناعة، اعمل قانون عشان استثمر ونسمع ملايين، اعمل قانون عشان اخرج رمضان صبحي وتريزيجيه ومصطفى فتحي وايمن حفني واللعيبة العظيمة المهارية اللي احنا بنشوفها. اعمل قانون عشان اطور من الرياضة، اعمل قانون عشان احمي الاندية من اللي يكسب بشرف في الانتخابات، اعمل قانون عشان كلنا نشتغل لمصلحة الرياضة. اطلع فاصل وارجع لحضراتكم، لان عندنا مواضيع مهمة كمان كتير النهاردة هنناقشها مع الاستاذ حمدي الكنيسي.